عودة مشاهدينا لمتابعة القسم الأخير من حلو الحياة. حكينا اليوم عن الكتب، المهرجانات والمسابقات، وحن الوقت هلأ حتى نحكي عن الفن، تحديداً الفن التشكيلي. ومستقبل معنا الرسامة زينة نادر سلوان. أهلا وسهلا فيك بحلو الحياة. أهلا فيك زينة. بداية خبرينا كيف بلشت قصتك مع الرسم؟ بعتقد انه ما بتذكر كيف بلشت، لانه من وقت ما خلقت برسوم بقى ما بتذكر ايمتى بلشت، بس اخذت دروس مسرحيه سمعيه بصريه. نعم. بالجامعه اليسوعيه. انا مخرجه اوديو فيزوال اتيود سينيك، ورجعت طورت ورجعت لموهبتي الاساسيه اللي هي شغفي. الشغف اكيد شغف. نعم. اللي هو الرسم، واكيد رجعت اخذت دورات متخصصه للرسم، للرسم على البورسلين، لان بعمل بورسلين كمان على القزاز، وضلني باخد دورات لانه الانسان لازم دائما يتطور ولا تتعلم يمكن التقنيه لانه منه اختصاصك بالاساس. في اشياء بنعرفها بالتقنيه احساسيا، بس لازم نتعلمها لحتى نعرف بالتحديد كيف نعملها اصولها. اصولها. نعم. نعم. زينة، نحن هلا عم نستمتع بمشاهده اعمالك الفنيه، اذا بتشرحي لنا اكثر. ذكرتي انه بترسمي على البورسلين وعلى القماش كمان. بعرف انه البورسلين عندها تقنيه، وفي فرن، وفي يعني مراحل بيقطع فيها العمل. نعم. الفني. خبرينا شوي عنه. الرسم برسم على جميع، يعني على كل شيء، ما عندي مشكله على الجلد، على الخشب، على القزاز، على البورسلين. بس مزبوط انه البورسلين له تقنيه معينه، التلوين بيجي بشكل مختلف عن كل هوليك، بيجي مثل بودره وبدها تنعمل، لازم ينمزج بمواد خصوصي، وبينحطوا مثل ما قلت بفرن خصوصي مش فرن البيت لحتى ينخبزوا. نعم. ما يروح اللون منهم ابدا. وبيصيروا يعني شغل محترف، يعني بقدر بيعهم وكون اكيده انه ما رح يغير، ما رح يروح اللون. نعم. بفهم منك زينه انه عندك محترفك الخاص، في كل التقنيات موجوده، كل الادوات موجوده عندك. مزبوط. مكتفيه يعني بحالك بهالفن يلي عم تقومي فيه. مزبوط. بشتغل عندي انا، بشتغل على الطلب وقتها بينطلب مني شيء معين. وكمان عندي خلال السنه 3-4 معارض دائما بشتغل، بشترك فيهم، وبعرض لوحاتي على الحيطان وبعرض البورسلين على الطاولات، بقى الستاند بيكون كثير ملون، بيكون غني. نعم. يعني بفهم انه في كثير سوفينير، في كثير بيرسونلايزد ايتمز. مزبوط. بعتقد انه هيدا شيء كثير بشجع السيده انه تعمل شيء خاص فيها لكل المناسبات. بتساعديها بالافكار؟ اكيد فرجيها ديجا شو عامله، وهي اذا عندها افكار معينة، إذا بدها تعمل مثلا الشوكولا أو اللزينة تبع الولادة، إذا عم نحكي عن الولادة أو عن أول قربانة أو برمضان حسب المناسبات، شو في عندهم هن. أنا بجرب أعمل الديزاين على اللي هن بحبوا يعملوا، وكمان في أكتب أسامي لأنه بعمل أشياء بيرسوناليزد، في أكتب أسامي، بعمل كاسات المغلي، بعمل سوفينيرات لنسانس. نعم. هون عم نحكي على الطلب. مزبوط. هذا كله على الطلب. قد ايه قبل قد ايه وقت واحد لازم يطلب، يعني اذا يعني افترضنا شغل على البورسلين قد ايه وقت لازم يجي قبل يعني يطلب؟ اذا خاصه هو اللي هلا عم بيقطعوا، خاصه اذا كان طلب طلبيه كبيره مثل 100 قطعه ومن يعني من هالعدد بدهم 3 اسابيع. لانه ما انه كثير 100 قطعه. انا بشتغل بسرعه يعني، بس كمان اذا ثاقبت عندي غير طلب وعندي معرض انه ما بقدر دائما لحق على كل شيء، بقى لحتى اكون هيك امينه ب دقيقة بقول لهم اعطوني 3 اسابيع. نعم. اجمالا بخلص. بتشتغلي لحالك ولا مع فريق؟ بشتغل لحالي، وهذا اللي بدي اقوله انه انا ايدي مش مكنه. عم نحكي عن 100 قطعه ويمكن اكثر اوقات. 100% بقى انا بشتغل على ايدي، وهذا هذا فن بقى، ما في قطعه بتطلع مثل الثانيه. وهذا الحلو تبع هيدا الفالور، هيدا بيعطي قيمه، هيدي قيمه الشغل اليدوي. مزبوط. وين بتعملي معارضك، بس بلبنان ام بالخارج كمان؟ هلا اجمالا اكثر شيء بشترك بلبنان، بس كمان حاليا عندي معرض بكندا بمونريال. في امبارح كانت الافتتاحيه، المعرض بجاليري بمونريال بالفيو بور، هي كمان بذات الوقت بجاليري بلبنان ببيروت. يعني الاوبننج بنفس الوقت. نعم. متزامن سوا.
مزبوط، معروضين لوحاتي حاليا هونيك، وكمان لوحاتي بمعرض دايم بثلاثة جاليري كمان بلبنان. قد ايه يعني طالما عم بتقولي بدي بس علي على اهميه انك تفتحي المعرض ذاته وبيكون هو ذاته وبنفس التوقيت بكندا ولبنان، قد ايه اهميه هذا العمل؟ انه قد ايه اللبنانيين بكندا عم يستفيدوا، الاجانب كل الجنسيات، وايضا هون عم نستفيد اكيد. هذا يعني مثل ما بيقولوا فشخه لقدام، واكيد حلو انه اللبنانيه اللي موجودين هون يكون الاجانب يتعرفوا على شغلي، مثل ما انه هون بذات الوقت اللي مش قادرين يسافروا في كمان معرض بيشوفوا. عادة ردود الفعل كيف بتكون زينة لما عم تطرحي هالأعمال الفنية؟ عم بتقولي بنشوفوا لوحات، بيشوفوا أعمال فنية حرفية كتير حلوة، عم ترسمي على كافة أنواع الأقمشة الأدوات، في تنوع، في غنى، السيدات، الرجال، كيف عم تكون ردات الفعل الفنانين؟ يعني بعتقد في فنانين بالنهاية زروكي. كل واحد عنده ذوقه، يعني في ناس ما بيحبوا وأنا ما عندي ضد، بالعكس أنا بحب يبدو رأيون بيقولوا لك هون، وهذا الشيء بخليني اتطور. بس اجمالا في ردود فعل كثير حلوه وكثير ايجابيه، وهذا اللي عم بخليني اتقدم واللي عم بخليني اكون مثابره بالمعارض. انا على كل حال عندك نظره تفاؤليه كبيره، هالشيء عم نشوفه من خلال الالوان اللي شفناها ان كان باللوحات او على البورسلين. اللوحات على الاقمشه رائعه، يعني ما شفنا كثير الاسود، شفنا الزهر، شفنا الاشجار، شفنا الطبيعه. من وين بتستوحي؟ من طبيعه لبنان تحديدا ام؟ انا كمان بصور، عامله دروس اوديو فيزيوال، بقى كثير بحب صور مناظر لبنانيه، بس برجع بلونها على ذوقي بطريقتي الخاصه. مزبوط انه عندي نظره ايجابيه للحياه، وما بحب الاسود، ما بلبس اسود، اصحابي بيعيطوا لي مدام كولور. نحن بدنا نعتذر منك لكينا اليوم زينة. لازم يكون في شيء هيك نقطه ملونه، في ملون، شويه فيشيا وشويه دوري ضروري، لانه بالنسبه لي بكل من كل شيء بشوفه، من كل بالحياه اليوميه في اشياء بتخليك تستوحي وتاخذي افكار وترجعي تحطيها على ذوقك على لوحه. زينة سلوان، نحن بدنا نتشكر حضورك معنا، بدنا نقول لك كل التوفيق لكل المعارض يلي عملتيها والقائمه حاليا هلا بلبنان وبكندا، هيك لحتى نعمل لبنان وين ما كان. شكرا لك وكل الانتشار والتوفيق لك. ميرسي لكم. يا هلا.